أخبرك بأنني مجرد شاب عادي حالفني الحظ أن أتعلم مجموعة من الأسرار الاستثنائية والتي ساعدتني في أن أصبح فائق النجاح في مجال الأعمال وراضيا إلى حد كبير في الحياة. الخبر الجيد هو أنني موجود هنا لكي أقدم لك كل ما اكتشفته في مغامرة مذهلة جدا، لذلك يمكنك أنت أيضا أن تعمل بنجاح باهر وتعيش بكل ما تملك بدءا من اليوم. إن الدروس القوية التي سأكشف لك عنها هنا سيتم تقديمها بلطف وبعناية وبتشجيع صادق. ستكون جولتنا معا مليئة بالمرح والإلهام والتسلية. إن المبادئ والوسائل التي ستكتشفها سوف تتسبب تلقائيا في أن ترتفع مهنتك. تتسبب. آخ الكتاب هذا جدا أشيك. ما شاء الله. ألف مبروك. شيك شيك حبيبي. أغماء؟ يعني بعدين وش الحكمة؟ ولا أكلكت الحين هذا؟ أكلكت ما أعرف الأفرقة من. يقول لك شوف في واحد فريق وليد وفريقي أنا، أنت ما أنت معي، وفيه فريق ثالث ما أدري. الأفكار بالأفكار قال كوميدية شنو؟ ما أدري إلى الآن ما اجتمعنا معهم ولازم نجتمع. هو موجود الحين. يس القائد الذي لم يكن له منصب. كتاب هذا حلو مرة. تكلم إنه قائد بس ما عنده منصب أصلا، لكن هو بالنسبة للجميع هو قائد. كتاب ملهم. وأن تحلق سعادتك وأن يعبر أفضل ما فيك عن نفسي بكل معنى الكلمة. لكن قبل كل شيء آخر أعدك بأن أكون صادقا، أنا أدين لك بهذا. أنا اسمي بليك ديفز، ورغم أنني ولدت في ميلوكي فإنني عشت هنا في مدينة نيويورك عمري كله تقريبا، وما زلت أحب هذا المكان، المطاعم، إيقاع الحياة، الناس، وتلك النقانق التي تباع في الشوارع. لا تصدق؟ نعم أنا أعشق الطعام، إنه واحد من أفضل متع الحياة بالنسبة لي. إذا سألتني بالإضافة إلى الحوار الجيد ورياضتي المفضلة وكتبي المفضلة، على أي حال لا يوجد مكان على كوكب الأرض فعلا يشبه مدينة نيويورك. أنا لا أخطط مطلقا لمغادرتها أبدا. من فضلك اسمح لي أن أذكر سريعا القليل عن خلفيتي قبل أن أخبرك عن الأحداث العجيبة. طبعا هاي مترجم. إيه أكيد عن الأحداث العجيبة لكن القيمة التي نقلتني من المكان الذي كنت فيه من قبل إلى المكان الذي طالما أردت أن أكون فيه. إيش فيك؟ نسيت شغلة سوري. حبيبي خذ راحة. شو اسمه؟ هذا القائد الذي لم يكن له منصب. قريت اللي أنا أعطيتك إياه؟ أي. إيش رأيك فيه؟ ما كملته والله بس موجود عندي عند راسي في المسجد. كويس. لكن القيمة التي نقلتني من المكان الذي كنت فيه من قبل إلى المكان الذي طالما أردت أن أكون فيه. لقد كانت أمي أطيب إنسانة قابلتها، وكان أبي أكثر الأشخاص الذين عرفتهم عزما، من نوع الأشخاص الذين يمتلكون مستوى عاليا من الأخلاق. لم يكونا مثاليين، ولكن هل هناك شخص مثالي تماما؟ الأمر الرئيسي هو أنهما كان دائما ما يقدمان أفضل ما يمكنهما تقديمه. وفي ذهني أفضل ما يمكنك تقديمه هو كل ما يمكنك تقديمه. بمجرد أن تفعل ذلك اذهب للمنزل واحظى بليلة من النوم الهادئ. إن القلق حول الأشياء التي تخرج عن نطاق سيطرتك هو وصفة جيدة جدا للمرض. ومعظم الأمور التي نقلق أنفسنا حيالها كثيرا لا تحدث أبدا في الواقع. لقد قالها كيرت بشكل جميل عندما لاحظ المشكلات الحقيقية في حياتك يمكن أن تكون أشياء لم تخطر على بالك أبدا. القلق أبدا من النوع الذي يفاجئك في الرابع عصرا يوم الثلاثاء الذي أخذته إجازة. لقد شكلني والدي بطرق عديدة. إنهما لم يمتلك الكثير من الأشياء، لكنه مع ذلك كان يمتلكان كل شيء بطرق متعددة. كان يمتلكان شجاعة قناعتهما، كانت لديهما قيم جليلة، وكان يمتلكان احترام الذات. أنا ما زلت أفتقدهما بشدة، ولا يمر يوما دون أن أقدرهما. في لحظتي الأكثر هدوءا أتأمل أحيانا في حقيقة
أننا نهمل في تقدير الأشخاص الذين نكن لهم مشاعر الحب إلى أن نفتقدهم، ثم نذهب بعدها في تمشيات طويلة وصامتة وندعو من أجل فرصة ثانية لكي نعاملهم بالطريقة التي كانوا يستحقون أن يعاملوا بها. من فضلك لا تدع هذا النوع من الندم يصب حياتك، إنه يحدث في أحيان كثيرة للكثير جدا من الأشخاص بيننا. إذا كنت مباركا بما يكفي وما زال والداك موجودين فعاملهما باحترام وافعل ذلك اليوم. أثناء نشأتي كنت طفلا طيبا، كان جدي يصفني دائما بقلب يسير على ساقين. لم يكن لدي في عرفي أن أجرح أحدا أو أمزق شيئا، كنت أؤدي بشكل جيد في المدرسة وكنت محبوبا جدا بين زملائي، ومارست لعبة كرة القدم في فريق المنتخب الخاص بالمدرسة الثانوية. ولكن تغير كل شيء عندما تعرض والدي للقتل. لقد مادت الأرض من تحت قدمي، لقد فقدت الثقة تماما، لم يكن لدي تركيز، أصبحت حياتي عاجزة عن التقدم. في أوائل العشرينات من عمري انتقلت من وظيفة لأخرى، وكأنني كنت أسير في حياتي مستخدما الطيار الآلي. لقد فقدت الإحساس ولم أكن أهتم بأي شيء. كنت أشبع نفسي بالكثير من التلفاز والكثير من الطعام والكثير من القلق، والهدف منها جميعا هو تجنب الشعور بالألم الذي يشعر به الشخص عند إدراك الخسارة المحتملة. في تلك الفترة من حياتي كان العمل مجرد وسيلة لدفع الفواتير بدلا من كونه منبرا للتعبير عن أفضل ما لدي. لم تكن الوظيفة أكثر من طريقة صعبة لقضاء ساعات أيامي بدلا من كونها فرصة رائعة لكي أصبح ما كان يجب أن أكونه. كان العمل مجرد وسيلة لقضاء وقتي بدلا من كونه فرصة ممتازة بدلا من كونه فرصة ممتازة لتسليط الضوء على الأشخاص الآخرين، وطريقة لاستغلال أيامي في بناء منظمة أفضل، وعن طريق القيام بذلك عالم أفضل. أخيرا قررت أن أتطوع في الجيش. لقد بدت كخطوة جيدة لمساعدتي على الشعور بإحساس من الانتماء ولكي أجد بعض النظام في وسط الفوضى. تم إرسالي إلى الحرب، ورغم أن وجودي في الجيش جلب النظام إلى حياتي فإنه جلب معه أيضا التجارب التي تستمر في مطاردتي حتى يومنا هذا. لقد شاهدت أصدقائي الذين قضيت معهم التدريب الأساسي وهم يقتلون في الحرب في معارك دموية. اصحى يا نايم، واحد الدايم، اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، واحد الدايم، اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، واحد الدايم. كيف تنام وانا هنا؟ كيف تنام وانا هنا؟ كيف تنام وقلبك طاوعك؟ صح صح يا مسلم. كيف يعني كيف؟ صح. احذف يا هوجو، احذفه، كافيك خير. ايه ايه، اصحى يا نايم، واحد الدايم. هلا، بسم الله عليك حبيبي، بسم الله عليك. اصحى يا نايم، اصحى يا نايم. ايه بسم الله. نوحي انا بسم الله على تعالى بابي. انا منك عبد الله بروح اتلطم وجهي. العلي العلي كذا، ما حد يقربه. هاي علي. لا 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 لا. ايوه، لقينا قلم. وين راح ادور قلم؟
بجزمة تعال من اللي ضرب تعال احمد سعود تعال علمني من اللي ضرب تعال احمد سعود عادي عادي بس تعال من اللي ضربك تعال من اللي ضربك بسوي شيء تعال تعال انا اسف انا اسف ها الا علي الا علي ما تقربه الا علي ما تقربه ولا يا كوعي الا علي ما حد يقربه فاهمين اسمع الكلام يوصلك انت معه من جيبان احمد سعود ما حد يقربه امك يا شيخ بس اصابك يا ابوي يا خلاص علي كلمني اخر اخر انا سيدي ذا جدا الله الله كلمني علينا نجينا مثل ما جاش الروم تبي تسلني يا ضربي يا اي يطيح علينا مثل صغور في الكون بس ضربه بسيطه جاتني في الكون والله بسيطه ما سويت شيء مو من اللي ضربتك يلا دورك 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 لا مو بشوي انا ما تفضل تفضل عشان قوة الدفع بس خذ راحتك معك 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 وقف انت والله ما حد يجيك والله راح خلاص خلاص لا اله الا الله شيء طمس عشان ما يجيبك انا اريك يا احمد شوف خلاص خلاص دلله هذا صديقنا احمد ايه صديقنا خلاص صديق احمد حبيبي احمد ايوه احمد صديقي صديقي والله صديقي والله والله اني نسيت ان يدي قويه يا شباب يدك قويه يدك طويله ما يصح اثنين على واحد لا اني ابغاه خلاص تعال انت هنا انت غير راح مو بنا كيف الحال؟ كيف اخبارك؟ شلون طيبين؟ الله يسلمك شد عاد يرقد ولا ضل ها ارقد ارقد يلا بابا يلا شاطر بابا عشان نوديك مدرسه بكره نوديك بقاله حلاوه بطاطس عصير جيب فلفل جيب فلفل لا لا جيب فلفل والله لا وريه عشان عاد يطلع من البيت لا جيب الولاعة احرق فمه هات الولاعة لا 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 خلاص تطلع شاطر من البيت بدون ما تقول لي بليز جيب لي الولاعة امشوا نبي نسوي لعبه يلا قدام يلا يلا قدام احنا معك في شر ولا في قدام يا وليد تقدر تصور جيبان يلا تبون نسويها هنا ولا برا 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 في الساحة؟ شيني شيني لا ده يلا يلا قوتي يلا عيوني يا احمد طق بارك طق حلو يلا اللي بعده الكرسي اللي بعده يلا خذ هديه روح هذا اسمه تمرين العضلات اليومية. كبري. خمس دقايق هالي. خمس دقايق وجهك. اوكي؟ لمو يا لمو. لا حد يدقق بالحبل قرب. لا لا بمكانك ابد. فيها الام باليد. أجل هذه موافق فيها اليد ما فيها عضلات الثيل الجهد ما فيه عضلات سبيكر سبيكر إلى هالدرجة يوجعك بطنك اثنين شوف احمد ربك أنا كان اثنين هذا يسدد وهذا يشوت زين ملك أمان صح قاطعني هذا كلام هذا يسدد وهذا يشوت مصيبتنا أي عشان أقول لك فأحمد ربك أنت عندك واحد يعني ألو من بيكلمه ألو ألو بسم الله ألو طيب. الو وش الفكره بابا فين بابا هنا هنا اهو الو من بيكلمه مشغول اسمعي الشرطه 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 خلاص انت شوفوا اللعبه وش ابي يا طويلنا العمر قرب ابي على القزو يصفي ابيك تربط ايدك ربطا شديدا مبرحا حلو اوكي اشتقنا لا واحدة واحدة والله اشتقنا يسار طيب خلاص كل واحد منكم يربط يده اليسار حلو اصبر اصبر بالدور بالدور كيف يربط يدي اليسار؟ اليسار اليمين اليسار اليمين لا 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 لا, لا. كيف وليد بلا بنقاليه احنا اصبر لانه موري النهار اللي انا عنده لعبه كيف لعبتي بكيف انا غير القوانين ترى لعبه مو بربط قوه عاد عشان عشان تحس بالم اذا سحبت على فقرات عشاني ربطتك الشافه لا ربطتك الشافه كيف 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 شوف شوف وليد وليد في ربطه يلا ورنا اربط حق الكشافه انا مدير كشافه صح صح
والله من الربطة واضحة. شباب يلا صح صح شد شد متعود يربط. اي تشد تشد متعود تربط البعلاء. يلا يلا العقدة الخوارزمية شفت شلون هذه؟ شافها اي هذه سوها سوها هذا. احنا اهل البحر طال عمرك. كفو نبي تصير حلقة يا الربع حلقة سوي حلقة طلع يمزح 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 تزيدون حق اوكي طيب كفو نزل الشو وش حقينه؟ هنا هنا ما قد جلبت ما قد جلبت للسوق ما قد جلبت من قلبه زين باكستان يلا روح لا تقعد جنبي يلا روح لا علي علي فكها وقرب المسافة ابشر لا تصير انت قاطع الوصل انت لا لا اليد هذه لا تقطع علينا فكها فكها انا بصير عندك فكها خلها قريبة خلها قريبة طيب ابشر تعال هنا روح غمسها غمسها ذوقها برافو خصم ايش اللي قالك يا اسطى هم بعصور حقت حشوان قال هنا حشوان حقت حشوان يربطك عادي صدرك ها لا لا بيربطك عادي لانك بتضرب الضرب لا خالف اصل معك حاجه صح كذا قريب مره لازم لا لا يقول في لازم مسافه لا يا اخي شوف شنو المسافه اللي بين كنا غنم يحلبونهم ارفع علومك يا ولد كلنا يتكلم عن نفسه يكفي كنكم غنم يحلبونهم تكرمون تكرم تكرمون يا ابو سعود قرب قرب لحظه قرب انت قلت حاشي قبل شوي حاجه يعني قلت حاشي حاشي الغنم على الاقل اغلى من الغنم شوي لا ما يبغى اغلى منه شوي طلع اسمع ولا تبذروا من المبذرين اخوان الشياطين الو 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 هلا كلنا يرى الناس بعين طابعه اوكي اوكي لحظه لحظه برد عليك كلام بردد عليك ترى كينج الذبات افا عليك اوكي اوكي كذا اقول لك ولا اسكت قول عادي طيب اوكي وش تحط سوها ايوه سوها لازم تقنع اسماعيل قبل اوكي اسماعيل من ناحيه الكتب والنظريات اعتقد انه يجب ان يكون مسافات 20 سنتي تبعد طولا لا 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 اوكي 20 سنتي قرب انت اصبر هذا خلاص تكون ما بدينا اخجي اروح اخليكم جربها عشان والله نربطك فيه يا سلام والله يوصل المفهوم خلاص تصدقوا يا جماعه وصل 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 ما دخل أيوة أيوة. ذكرني ألطمك تحت البحر خربت أمّا يا أخي لا بس ده عشان طبعا لا هذا اليوم جابوها توم جابوها والله أول ما نفتح توم طبعا بعض الناس يا ولد والله العظيم والله كأنك واحد توم بخير الروضة والله ينتقد ناس البارح ويسوي زيهم اليوم الله السلامة قرب لا والله ما لها دخل الحساب ذي ترى يا جماعة تعال 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 إلا الرجال تعبان تسوي غموض تعال تعال نتمنى منكم الوقوف وقف 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 احمد الظاهر هذا يبغى نسوي كذا كذا نتمنى منكم الوقوف يا ورده احمد غمض يا ورده هنا تفاحه حمراء كل واحد يحط لا لا كل واحد يحط يده تحت تحت قرب قرب حط يدك تحت حطها اوكي اللي يقول اسمه يرفع يده اقصى شيء على شيء فوق بحيث انه يتلذذ بالالم الذي يجي اللي جنبه يمين ولا الذي يجي تشوفون ابشر 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 نبتدئ بس ما حد بيحس بالالم ما حد بيتلذذ غير عبد الاله علشان كذا انا بنبدا بصادق نبي نبدا بعبد الاله عشان يصير خير ومثال يحتذى به تفضل كلكم ايديكم تحت ها ها ايدك تحت يا حسن ايدك تحت يا احمد سعود شوف ابن عايد خير هاداتك يدك لا والله بس مبكر ها اوكي منصور تفضل والله ما جاني نبيك تنتقم لاخوانك في الضفه هذه غرفة لا خلصت عطني انا عطني انا وراك العلوم الطيبه احمد سعود لا 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 مفصل 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 احمد سعود لا لا يلا علي الكرثمي علي الكرثمي علي لا لا تمسكونا عادي فك اي لا لا والله عادي عادي بس نزلوا ايديكم شدوا ايديكم اي لازم كلكم ايديكم تحت شدوا ايديكم عبد الاله يدك تحت ها يا اخوي ها يدك تحت افصل يا مس يعني وجعتك ايوه ها جاتني واب جبان اوه لا 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 لا. نسيت ان جبان ولا كان مختار اول واحد يلا نزل يدك جبان مو بقوه كذا ابي رفعت اليد تشابه طريقه الضحك يا شباب اللعبه دي شباب شباب ما يلعب والله يلا هدا شاك خلاص خلاص اسماعيل اسماعيل شاك ابن عمي وانا اسماعيل شوي شاب شويش اسماعيل الظهر الاعداد توجعهم يدهم الحين ما شاء الله ما شاء الله والله ما سويت شيء يلا لو تربط يدك وريك ايش تسوي معاذ 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 اوكي طيب وش وش كلمه اوكي طيب اوكي 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 لا لا اوكي نزل يدك زي رجال نزل يدك نزله نزل يدك شوي
ابا لا يا غشاش حطيتك زين والله انت وقت تنكسر بكسر هذا ما تنكسر ما تنكسر شوف ايدي شوف والله شوف والله انا طيب خلاص الحين اللعب لا اوكي الان كلكم ارفعوا يدكم بنفس القوه اللي تبون يد الله 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 لا اله الا الله هدوا هدوا ما شاء الله قولوا ما شاء الله قولوا ما شاء الله خلنا نتسلق خلنا نتسلق لحظه هذا تعرف اللي حاسه صار يجعهم بدينهم حتى هو فوق ما شاء الله طيب كرام يا رب كرام يا رب لحظه بعطيك الطريقه البحرينيه جنب الكشاف اعطيك طريقه بحرينيه بال شلون لا بقول ما شاء الله قولوا ما شاء الله قولوا ما شاء الله قولوا ما شاء الله العبره يا رب ليش رافع يدك العبره هو الشو اليوم انا تشرفت لبست خير من الثلاثة إصدارية وقف أم الحنونة يم الحنونة شلونك أبجي بدك الحين تشوف يا طويل العمر الهدف وشو أنا الفكرة اللي بوصله أول الحاسة منصور بسبب أنه مدرب عريق وكذا أن أنت يا أحمد رفعت يدك لحالك اللي جنبك تضرروا أوكي ولا أنت استفدت وصلت للهدف اللي تبيه عبد الإله علي عبد الله إسماعيل معاذ كلنا وصلنا للهدف هذا بعد ما اتحدنا كلنا ورفعناه ما حد تضرر وكلنا وصلنا للهدف اللي نبيه جميل وقف أم الحنونة إذا أنت يا أحمد تبرعت بشيء بسيط أنت يا منصور بشيء بسيط معاذ وباقي الشباب كلنا راح نوصل للهدف والغاية اللي نبيها أوكي بالقليل نكرر نفس رسالة وقف البركة بالقليل مني ومنك نستطيع عمل الكثير وعلي وش كنت تقول تو قوم من تعاون وما دلوا قوم تعاون وما دلوا كلنا يا وليد يد واحدة واليد الواحدة ما تصفق فلازم نتعاون كل واحد يعاون الثاني وإن شاء الله الوقف يكتمل في أقرب وقت بإذن الله والله يكتب أجر كل من كلكم سمعت تصفق والله انت تصفق كلكم علما أن لا تصفق كلكم راسين في عين و راسين في عين و كبرى هذا غريبة مشى مشى كانت تمشي مشى وصراحه مش مالك ماش ماش مالك اوكي اللي بعد تفضل لا والله صدق تفضل اخ منصور اولا ذكر الوقف لام الحنون يجيك والله والله العظيم يعني وقف نتشرف ان يعني نكون ندعمه وكون ان يعني يخدم القران الكريم وسبق وقعدت انا وانت وليد طلبنا الان نبذه بسيطه هو وليد سبحان الله يقول انا وانت يا وليد انا وانت يا وليد طيب طلبنا نبذه طلبنا نبذه شامله وعامه ل لهذا الوقف وعن وين المكان بيكون الفئه المستهدفه كم تكلفته كم السهم سوالف هذه فاسال الله لنا ولكم القبول وياك يا بدر ترى عادي نفك هذا عشان تبينون يا الربع اي معليش نحن متعاونين طيب كفو استاذ منصور جزاك الله خير ابو زيد وياك بعد راسك خير من يمثل الوقف من بعدكم والله يعني بر الام الحمد لله انه لها ابواب كثيره باب الصداقه نحس الناس كثيرين غافلين عنه ترى ما لازم يعني في اشياء تبر امك بها وتعلمها توديها مشوار كذا الصدقه من الاشياء اللي ما لازم ترى تعلمها عشان تضمن اجر يوم القيامه تصدق عن امك وقف البركه حتى لو 100 ب10 بريال وقف ام الحنونه عن امك تلقاها ان شاء الله يوم القيامه زي الجبال صحيح اعتذر على التداخل اللي حصل وليد تنقص كلك حلا كلك كل شيء منك جزاك الله خير تمام انك كلنا كلنا خلاص خلص كلمتك يا حبيبي يلا معاك الله يبيض الله محمد شوي بالله معاذ الله يبيض وجهك ابيض الله يبيض وجهك وما هي غريبة عليك أبو زيد المبادرات الطيبة هذه نتعلم منكم أنت خير من ممثل سفارة وقف البركة وبإذن الله بتكون خير من يمثل سفير الله كلنا نكمل بعض أمي وعلى قولة علي قوم من تعاونوا ما هذا بإذن الله الاتحاد قوة جزاك الله خير بيض وجهك إسماعيل بيض الله وجهك على المبادرة وإن شاء الله مثل ما تم وقف البركة بيتم هذا إن شاء الله عاجلا بإذن الله غير آجل ريال على ريال مثل لبنى على لبنى تقوم عمارة ريال على ريال إن شاء الله يكون وقف كامل بيض الله وجهك محمد تحب توجه كلمة لوقف أم الحنونة لبنى ها كلمة لوقف أم الحنونة ضاحوا ترك اسمعني اسمعني لا والله جد تونا دجك كان وقف أم الحنونة أول شيء سمعنا صوتك تكفى من يتكلم في الأجر الله من يبغى الأجر تبوني كلنا من يبغى كل الناس يبغون الاجر الشيء جاك لين عندك مالك الا تبادر بريال ريالين نص ريال اللي تقدر عليه
لا تتبرع، لا ترسل، لا تصدق، ارسل، انشر الرسالة، خلي اللي حولك يتصدقون، خلي اللي حولك يبادر، ولك الأجر. والله يكتب لنا الأجر جميع، وبيض الله وجهك يا وليد على ذا المبادرة، وأنا آسف والله. لا كلك مقبول يا بعدي. عبد الله انت بعد تفضل. يكفي إن احنا قلنا اتحاد مع بعض يا رب اصبر بعد اذا خلصنا سوي تبون اوكي هو داخل الدائره كمان ما قل ادري تفضل واحد خرب يلا طيب اسلم عبد الله يكفي اسم الوقف امي الام تعني الشيء العظيم والكبير بالنسبه لكل واحد فينا لما تقول أم يتبادر عندك أشياء كثيرة من يوم وأنت صغير وبديت تستوعب الحياة إلى ما هاللحظة اللي أنت عيشها ما أنسى حضن أمي أمس يمكن حضنت يمكن 4 مرات أو 5 مرات أروح لأمكم ونرجع وأحضنها نفس الفكرة أطلع وأحضنها نفس الفكرة أيضا اللي حتى اللي الله أخذ أمانته وأمه توفيت الله يرحم أمتنا أمة المسلمين أجمعين فأمه موجودة عنده في قلبه فبالتالي الأم شيء عظيم وكبير فهالوقف هذا يستحق فعلا منا وقفة بإذن الله بيض الله وجهك سعد كلمة الوقف أمي الحنونة نختم بعندك وبعدها يشغلونا اللي وصيناهم عليها اي بعد علي بعد علي الكلام إيه علي تفضل علي تفضل بس لا علي بعدك علي قبل يا تيعاد نبي نختم مع ابو محمد طيب والله كلمه بسيطه بس تعليق ابد خذ انه شوف العقد الحين مختلفه يعني سواء كانت صغيره او كبيره ورفعنا ايدينا سواء فما وجعنا اي شيء عرفتها وما تألمنا القصد فلو تصدقت بقليل او كثير راح يكتم الوقت في اقرب وقت الله يسعدك ابو محمد تفضل أقول جزاك الله خير بداية أمك متوفية أمك حية تبي عمرها يصير فوق 1400 سنة في واحد الحي من 1438 سنة عثمان بن عفان له وقف يمشي الحسنات تمشي وكأنه حي كأنه موجود 1438 سنة هو حي وشو هذه الصدقات وهذا الوقف اللي سواه أنت نفس الطريقة أمك متوفية فحيها بعمر الصالح وبالذكر وبالدعاء وبالوقاف اللي السنعة اللي تفرحها في قبرها جعل ربي يرحمهم يا رب العالمين ويرفع قدركم فخلها عقلتهم تستاهل والله تستاهل أمنا الله يا رب يرضى عليكم الله يجزاك خير شغلونا يا الربع اللي عندكم هلا حبيبي هذه راح فاتك شيء قبل شوي راح عند عبد الله نعيدها وقت ثاني شغل 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 راحوا راحوا لا مو هذه مو هذه محمد ناصر فؤاد محمد سيد اطلبنا القرآن الكريم بالمظلف تدعوك للمساهمة في وقف أم الحنونة يما